قال رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الاسلاميه الامير تركي الفيصل في حديث صحفي على هامش اجتماعات الامم المتحده بنيويورك انه لابد للعالم ان يتصدى للتدخلات الايرانيه السافره، واكد الفيصل ان اي تعاون بين اي دوله مع ايران فيه تهديد لسلم واستقرار منطقه الخليج وكافه العالم العربي والاسلامي، لما لايران من طموحات عبرت عنها سابقا، فيما عبر الفيصل عن اسفه لدعم وتأييد دوله قطر للطموحات الايرانيه الخطيره ان الاتفاق النووي لم يكن البوابه التي استخدمتها ايران للتدخل في شؤون الدول الاخرى بل يحدث ذلك منذ ثوره الخميني واشار الفيصل الى انه يجب تضافر جهود المجتمع الدولي لابراز معارضه الشعب الايراني ضد القياده التي تقوم بقمعه ولا تخدمه